ورحلة اليوم تأخذنا إلى بلد إفريقي حاز من كرم الطبيعة على الكثير ويستعد اليوم ليكون وجهة استثمارية جديدة. والحديث هنا عن جمهورية غينيا. مشاركتها في إكسبو 2020 دبي ستفتح لها أفقا واعدة وستمكنها من التعريف بخصائصها المميزة واستقطاب الباحثين عن اكتشاف هذا البلد العريق. التفاصيل في التقرير التالي مع الزميلة إيناس الغزالي. في غرب إفريقيا تتربع جمهورية غينيا على أرض غنية جعلتها قوة اقتصادية بارزة. عاصمتها كوناكري وتعد أكبر مدنها وأهم مركز اقتصادي في البلاد. يعيش في غينيا 10 ملايين نسمة ينتمون إلى 24 مجموعة عرقية، ولكل منها لغتها الخاصة وفنها التقليدي وموسيقاها المميزة. هي دولة غنية بالمعادن وتمتلك ما يقدر بربع احتياطات العالم المؤكدة من البوكسيت الخام والحديد من الدرجة العالية وودائع كبيرة من الألماس والذهب. اقتصاد غينيا يعتمد على الزراعة كحرفة أساسية، ومن أهم منتجاتها الكاكاو والقهوة. الغينيون شعب محب للحياة ومتمسك بالعادات والتقاليد الأفريقية بما يشمل اللباس والفلكلور التقليدي. وعلى صعيد التعليم تستقطب جامعات غينيا عددا كبيرا من الطلاب، وتوفر جامعاتها فرصا للتعليم رفيع المستوى. تستعد جمهورية غينيا لتكون وجهة عالمية جديدة للاستثمار نظراً لما تقدمه بنيتها التحتية وطبيعتها الغنية من فرص للاستثمار في العديد من القطاعات أهمها السياحة والتعدين. ورغم ما يتمتع به هذا البلد الإفريقي من مقومات طبيعية خلابة ومعالم أثرية وتراثية عريقة، يظل قطاع السياحة إلى حد الآن هشاً ولا يستقطب أنظار العالم.